طبعا في اطار الزيارات التفقديه التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني على المستوى الوطني، نحط الرحال في ولايه بجايه. هذا من اجل اولا الوقوف على مدى سير امتحانات تقييم المكتسبات بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي اول مره يجتازوا هذا الامتحان بعد كان الامر تجريبي. فعلى المستوى الوطني لدينا ما يفوق 1700 من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه يجتازوا امتحان تقييم المكتسبات، وشفت انه فيه تناغم كبير ما بين هذا يعني الطرق ونظم تجسيد هذا التقييم مع التكييفات وطبعا القدرات نتاع ذوي الاحتياجات الخاصه. وشفت رد فعل ايجابي بالنسبه للتلاميذ من ذوي الهمم في التفاعل والتجاوب مع هذا الامتحان. طبعا كانت فيه ايضا اطلاق لقافله تضامنيه لحوالي 160 عائله لكل بلديات ولايه البجايه من طرود غذائيه وادوات طبيه واجهزه لذوي الاحتياجات الخاصه مختلفه. كانت فيها ايضا زياره ل مؤسسات القطاع من بينها مدرسة الإعاقة السمعية. وطبعا آخر يعني نقطة، سعدت جدا بتواجدي ما بين طبعا نظام تجمعت في قرية دريس ببلدية تيشي، سعدت جدا بتواجدي في هذا النظام المجتمعي خاصة من قبل المرأة. طبعا هذا يعكس مدى التضامن والتكافل وطبعا الموجود ما بين هذا النسوة وكذلك المثال الذي يقتدى به. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.